مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض عدم نزول البويضة بعد التلقيح وموتها. هي واحدة من الحالات التي تنتج بعد فشل التلقيح وانكماش البويضة وضمور الجسم الأصفر وانخفاض مستويات هرمون البروجستيرون والإستروجين، إذ هناك بعض الأعراض المصاحبة لعدم نزول البويضة والذي تناولته العديد من الدراسات الطبية. ومن هذه الأعراض التي تصاحب عدم نزول البويضة الشعور بالتوتر والقلق مع تغيرات مزاجية وتقلبات شديدة، أيضا عدم القدرة على النوم والشعور بالصداع المستمر والمتكرر، حدوث انتفاخ، ألم وتورم في الثديين، أيضا احتباس السوائل بالجسم. وتستمر كافة هذه الأعراض من 11 إلى 17 يوما، ثم تأتي دورة جديدة وتزداد الهرمونات مرة أخرى. يحدث موت البويضة وعدم اكتمال نموها إلى جنين في بعض الحالات بالرغم من تلقيحها. تسمى هذه البويضة بالحمل الغير الجنيني أو البويضة التالفة، حيث يحدث توقف لنمو الجنين فيتم امتصاصه ويظل كيس الحمل فارغاً. ومن أعراض عدم نزول البويضة وموتها حدوث تقلصات ونزيف يظهر على شكل بقع، وتصبح الدورة الشهرية أكثر غزارة عن الطبيعي. يمكننا تعريف عدم نزول البويضة على أنها حالة من غياب الإباضة، وهي تحدث نتيجة عدم قيام المبيض بإطلاق أي بويضة لإتمام تخصيبها وحدوث الحمل، كما تعد تلك الحالة من أشهر أسباب العقم والتي تصيب النساء. هناك بعض الأسباب التي تؤدي بدورها إلى غياب الإباضة أو عدم نزول البويضة من قبل المبايض الخاص بها، ومن أشهر هذه الأسباب تقدم المرأة في العمر والخضوع إلى إجراء عمليات جراحية في المبيض، كذلك الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية وبعض الأمراض الهرمونية، وعلى رأسها زيادة مستوى هرمون الحليب في جسم المرأة. أيضا استخدام المرأة لبعض أنواع الأدوية والتي تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات وتؤثر على عملية الإباضة، كاستخدام الأدوية الهرمونية المانعة للحمل، كذلك الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض والتي تعمل على زيادة أو رفع نسبة هرمون الذكورة في جسم المرأة. بعد التعرف إلى أعراض عدم نزول البويضة، يجب على المرأة أن تعلم بأنه لم يتم حتى الآن الكشف عن طرق محددة يمكن اتباعها من أجل الوقاية من هذه المشكلة.